لكن بدي اشتغل هذا المنتج من ماده جديده، ماده جديده غنيين كثير. لما انا اجيب له منتج من اله التصنيع جيد جدا، استخدام البلاستيك المستخدم في إعادة التصنيع مرحلة ممتازة جدا في القطاع، وبدأ التوجه إلها بعد فترة من الزمن من عدم دخول المواد الخام من داخل الخط الأخضر. هذا الكلام خلانا نتوجه ونعمل ابتكارات في هذا المجال، وبعد فترة من الزمن اتوصلنا لأن نطلع منتج قوي جدا منافس في أسعاره بالنسبة لاستخداماته في هذا المجال قوية جدا، وتنافس المنتج الجديد المصنع من المواد الخام الجديدة. بحمد الله أصبحنا نعطي ضمانة على استخدام هذه المواد وعلى المنتجات هذه لا تقل عن 10 سنوات في كل المجالات اللي بنصنع منها. اشتغل فيها وخلص بجيب حق البرابيش وحق الزرع وكل حاجه اذا استمرت في العمل فيها. يعني كنا بنستورد المكن من الخارج، وكانت خطوط الانتاج لاعاده التصنيع غاليه جدا، وما فيش مجال كهرباء لانها تقوم بالمجال هذا. حاولنا نعمل مكن محلي وتصنيع محلي علشان نوفر من عمليه الكهرباء، لانه انت اقل خط انتاج لاعاده التصنيع اللي هو موجود في الخارج يعني في الصين وفي امريكا وفي المانيا وهان وهان وبريطانيا وتركيا كان بيكلف اقل شيء حوالي 150 ل 200 الف دولار، هذه ابسط خط انتاجي. فطبعا وبده كهرباء عاليه جدا حوالي 200 امبير للماكينه الواحده لخط الانتاج الواحد، فهذا الشيء مش موجود عندنا. فاضطرينا نعمل مكن محلي، واستطعنا بالمكن المحلي البسيط بالإضافة إلى بعض المكن المستورد الخفيف، يعني مراحل إنتاجية مراحل تصنيع محلية خفيفة، نوصل لخطوط إنتاج كاملة بس في مراحل مش متواصلة خط واحد، مراحل مراحل.